نشوف كي نقراو الرد نتاع المجلس الدستوري معناها شيء كبير. معناها فيه هو بيدو اقرار بالتزييف. انا شيء اللي صار لي كونه معناها الكلمه نتاعي ما عندنا الحق احنا باش نقولوا كلمه في هذه تصويره صورتها انا بنتي وقتها الكلمه اللي اللي كنت باش نلقيها في الاذاعه والتلفزه وقتها في ذلك الوقت. معناها جاو قريتها ما فماش حتى مشكله فما زوز قضاة جاو فهمتي مطبس راسه هكا فهمتي ولا قلت له لاباس ما الامور كذا مشيت في الريق الوقت الى فيق الى صفا فما شيء ما فما شيء مشيت على روحي منه غدوه ما خرجتش نهار الخميس وقتها لا في لا كلوتور ومن بعد نجي نقرا في في الرد نتاع المجلس الدستوري اشنو نلقاو نلقاو بالنسبه للمطعم الاول هذايا هي مقبوله من ناحيه الشكل ومن ناحيه الاصل جاوبوا عليه عاد على المطعم الاول فيما يتعلق بالمساله هذه بعد ما قالوا كونه استجوابنا رئيس المدير مش اسمه هو نتاع الاذاعه والتلفزه يقول انا ما نجمتش نعديه الكلام هذايا تو كان نقراه لكم ما فيه شيء رو. في كلام معقول ومتزن ويحب على الديمقراطيه ويحب على التعدديه الى اخره يقول معناها اللي لو كان هذه معناها خرجناه السيد مدير الاذاعه والتلفزه يستجوب به يستجوب فيه المجلس المجلس الدستوري قالوا راهو احنا اذا كان باش نبثوه نولي انا مسؤول ونتعدى تحت طايله القانون معناه خايف على روحه هو هذا رئيس المدير العام ومن غير ما يثبت هو في الكلمه والمحتوى نتاع الكلمه قرر اللي هذا جواب معقول وزيد عليه وحيث لا يحق الحاله تلك للطاعن معناه العبد لله ان يتمسك بمخالفه احكام الفصل 37 من المجله الانتخابيه لنص على الاذاعه والتلفزه الى اخره خاصه وقد ثبت هو يقول وقد ثبت إذا سألتني أنت ولا قلت لي هتوريني